لما شفتك بالمستشفى حسيت حالي كنت مخدوع كل هالسنين. وين عم جابر الحنونة السادقة؟ عبد بيع زوجها. قولك يا أهبل يلي صبر كل هالمدة على لعبته الصعبة مع أبوه، ما بيتخلى عنه مشان أزمة صغيرة. أنت ما بتعرف أنا شو قضيت معه، وها ما فتحت تمي وبحياتي ما حكيت ولا شكيت. واليوم أنا كنت رايحة مشانكم وطول الطريق كنت عم بدعي لربي وإلا دخيلك يا ربي لا تموتني وأنا تحت العملية مشان ما تبكوا علي بدل ما تفرحوا. ستي ما عاد مهم، ما عاد مهم يا عم جابر، بس بدي أذكرك إذا بعرف إنك عم تشوفي هاي المرة مرة تانية والله والله ما عاد تشوفي وشي طول عمرك. أنت فهمي؟ شوفتك حاجتك حبس لأنه أكبر منك ما طلع أحسن منك. الله يا جماعة ما بدي أسمع لها كلمة ولا أعرف ولا همسة لأني مالي طايق صوتك، مالي طايق صوتك. هلا صار فيكي تطلعي